البداية دونك نقدم روحي دوني العكاري زوجة نائب الشعب المنتخب رشد الخياري سجين سياسي اليوم يحاكم كيف محاكمة عسكرية كما الأستاذ سيف الدين مخلوف. دونك نحكيو على نواب شرعيين انتخبهم التوانسة وصار الحل نتاع البرلمان من طرف سلطة الانقلاب سلطة 25. إذا اليوم نحكيو على سجناء سياسيين في الإطار هذايا أكيد اليوم سجلت حضوري مساندة النائب الشرعي سيف الدين مخلوف باعتبار النواب هذوما قاموا بدورهم الرقابي قدموا مثال على نائب الشعب اللي ما اختبرش البرلمان ولا السلطة غنيمة. دوك فما نواب شعب شرعيين قاموا بدورهم الرقابي واليوم يتحاكموا. إذا اليوم نحكيو على نائب الشعب سيف الدين مخلوف ونحكيو زادة على نائب الشعب رشد الخياري. إذا في نفس الإطار نقول اليوم أنه تتواصل المحاكمات العسكرية وتصفية الحسابات السياسية من سلطة 25 لكل النواب الشرعيين. اليوم دونك ما نجمش نقول الحرية لنائب الشعب رشد الخياري من غير ما نقول الحرية لنائب الشعب سيف الدين مخلوف والحرية لكل معتقلين اللي اليوم يتحاكموا فقط زادة فما مدونين يتحاكموا فقط اليوم لأنهم يقدموا في مواقفهم ولا لأنهم يدونوا. مجرد تدون اليوم تلقى روحك تحاكم محاكمات مدنية وأيضا عسكرية. دونك اليوم نتمناو أنه القضاء ينصف نائب الشعب سيف الدين مخلوف الأستاذ ولا يحاكم مرتين نفس في نفس القضية. وكيف كيف نذكر أنه نائب الشعب رشد الخياري عنده جلسة استئنافية يوم 16 فيفري فقط لأنه كيف قام بدوره الرقابي في علاقة بحديثه عن الحملة الانتخابية للمرشح قيس سعيد. إذا الطور الابتدائي المحكمة العسكرية الابتدائية تخلت لعدم الاختصاص. نتمناو أنه المحكمة العسكرية الاستئنافية يوم 16 فيفري القادم تتخلى لعدم الاختصاص. نبدأ بالاسم والصفة. منذر بن عطية نائب مجلس النواب الشرعي المنحل بقوة الدبابة عن ائتلاف الكرامة. أستاذ أنتم اليوم موجودين أمام المحكمة الاستئناف العسكرية في وقفة تضامنية مع المحامي سيف الدين مخلوف، كان تحكينا شنو آخر المستجدات؟ شكرا. نحن مع هو عنده صفتين الأستاذ سيف الدين مخلوف، وأهم صفة هو أنه كان نائب مجلس النواب ورئيس كتلة برلمانية منتخبة شرعيا من الشعب التونسي. يلقى روح اليوم في محكمة عسكرية، محاكمة عسكرية على إثر قيامه بدوره الرقابي في مراقبة السلطة التنفيذية وتعسفها على مواطنة تونسية ليس في شأنها أي قضاء أي حكم قضائي بالمنع من السفر، وفي إطار بالطبع تصفية الحسابات ما بعد انقلاب 25 جويلية، تصفية الخصوم السياسيين وخاصة المنافسين السياسيين. تم إيداع شكاية ضد نواب ائتلاف كرامة في منتصف الليل بالمحكمة العسكرية وحكموا قبلها في محكمة ابتدائية مدنية باعتبارهم مدنيين. وسابقة في التاريخ يظهر لي حتى دول العالم الثالث في أغلبها تستحي من بعض التجاوزات، لكن للأسف اليوم تونس لم تستحي من محاكمة نواب شرعيين ومحامي من أجل ارتكاب ما يعتبرونه جريمة يتم محاكمتهم مرتين في محكمتين مختلفتين، وهذه سابقة معناتها باش تبقى وصمة عار في تاريخ تونس. حكيت على سيادتك على محاكمة مرتين في نفس القضية، ما تعتبرش أن القضية اللي صارت تمس من الأمن العام مثلا؟ والله أكثر حاجة تمس من الأمن العام هو خرق القانون، هو التعسف على المواطنين، هو قمع مواطن في حقه في التنقل، حقه في السفر دون إذن قضائي. بالنسبة لنا الجريمة الأكبر هي ما يسمى بالأسديسات التي يعاني منها عشرات الآلاف من الشباب التونسي دون وجه حق، لأنه الأصل في الدول المحترمة الدول المتحضرة نحن توا في سنة 2023 ليس من حق أي أمني أو رئيس مركز أن يصنف المواطنين من تلقاء نفسه، بل القاضي هو الذي يصدر أحكام بالمنع من السفر. وهذه مهيش لمحالة مهيش بدعة في تونس فقط، الأسديسات موجودة في الدول المتقدمة لكن ما تجاوزش يومين أو ثلاثة، لكن فما مواطنين توانسة وإحنا كنا في مجلس النواب وكانت التشكيات تجينا يوميا شباب تونسي لسنين طويلة مصنف أسديسات ممنوع من السفر دون حكم قضائي، مصنف على أساس أنه خطير
ممنوع من الشغل، ممنوع من استخراج بطاقة عدد 3، ممنوع من استخراج جواز سفر، وإذا استخرج جواز سفر يمنع من السفر، كلها بدون أحكام قضائية. هذه ما تسماش دولة، هذه ألا دولة وقانون الغاب. ما كانش ينجم يكون فما طريقة أخرى للتعبير أبار الفوضى اللي تصير في الوطار اللي هو واجهة البلاد؟ شوف الشكل هذا يناقش طبعا، كل حر في تقييم ما حدث، لكن الأصل اليوم احنا أمام مشكل أكبر بألف المرات، اللي هي محاكمة عسكرية لمدنيين ومحاكمة مرتين. الاعتداء كان على أمنيين؟ لا، ما صار حتى اعتداء على الأمنيين، صحيح صارت شوية هرج، لكن الاعتداء كان على نواب شرعيين يراقبوا في السلطة التنفيذية في تنفيذ القانون، شافوا أن السلطة التنفيذية تجاوزت وتعسفت على القانون وظلمت مواطنة استصرخت بنوابها الشرعيين، فتم الاعتداء على النواب وتم إجلائهم من المطار، كنا شفنا. لكن طبعا الدولة التونسية، النواب كانوا في الوقت ذاك هم أكثر ناس يلزمهم يحترموا القانون ويمتثلوا للقانون وللقرارات. يعني قلت لك إذا كان نحكيه في أصل الحادثة نتناقشوا ونجموا نحدوا برشا مسؤوليات ولسنا معصومين على الخطأ، لكن اليوم اللي صاير هو محاكمة عسكرية لمدنيين ومحاكمة في قضية في جريمة بين ظفرين، تم الحكم فيها في محكمة مدنية ثم يتم الحكم فيها في محكمة عسكرية. ما تصيرش حتى على الإرهابي، لا يجوز محاكمة إرهابي في محكمتين مختلفتين من أجل نفس الجريمة. بالنسبة لليوم طبعا لسان الدفاع اللي أحضر بكثافة طلب تأخير النظر في القضية وإبقاء مناوبنا بحالة صراح، باعتبار أنه لو طبق القانون فإنه لا يمكن إلا أن يتم إبقاؤه بحالة صراح، باعتبار أنه هو أصلا محال في القضية الأصلية بحالة صراح، والحكم الغيابي اللي تم إكساؤه بالنفاذ العاجل بمجرد الاعتراض عليه فإنه يصبح بمثابة المعدوم وينتهي مفعوله. اليوم قاعدين يرافعوا، مازالوا قاعدين يرافعوا في الشكل وفي خصوص طلب الإفراج، ومنتظر أنه يتم النظر إثر الجلسة في هذا الطلب. تعليقكم على بيان هيئة الوطنية للمحامين التي دعت فيه للمقاطعة المحاكم العسكرية ومسدة فيبري، هل تعتبرون هذا القرار يستجيب لتطلعات المحامين بخصوص عدم التدخل في جدول المحامين؟ هذه خطوة أولى طبعا، وهي خطوة محمودة وجاءت استجابة لتطلعات المحامين و كانت متماشية مع تقاليد المحاماة اللي كانت دائما منحازة للدفاع على الحقوق والحريات، وخاصة الدفاع على المحاماة، لأنه اليوم الحكم اللي صدر الحكم الغيابي مس حتى من صلاحيات الهيئة الوطنية للمحامين، وهذا طبعا لا يمكن القبول به.